يتعال. شرب شرب شرب. السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في. احنا دابا كنتواجدوا باحد احياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء. هذا الراجل المسن مريض، الحالة ديالو سيئة، عنده صعوبة في التنفس. اتصل بنا احد الجيران، هو اللي غادي يشرح لنا اشنو واقع وشنو المشكل اللي واقع لهذا السيد. السلام عليكم خويا. واخا خويا، شنو المشكل؟ المشكل اختي هو انني كنت مع شي الوقت ديال السبعة كنشوف من حدا الدار، وبان لي هاد السيد هذا غادي من مع الطريق، وفي الانتباه ديالي وحاولت نساعدو بشي حاجة وجبت ليه شي فطور، ودي مكيقدرش هو وكيف مكيقدرش ياكل راسو، حاولت نساعدو كيفاش ياكل وشوية، والحالة ديالو راه صعيبة بزاف. اتصلت بكم على الله، لا لقيت شي. واخا هو عنده صعوبه في التنفس، يمكن مريض ياك. واش اول مره غيجي هنا للدرب عندكم؟ لا اول مره كنشوفه. ما عمرو جا لهنايا؟ حاولتي تتكلم معاه؟ حاولت نتكلم معاه ولكن عنده صعوبه في التكلم. ما قالك حتى شي معلومه؟ لا ما عطانيش شي معلومه اللي غادي. ولكن من الحاله ديالو كيبان انه كيعيش في الزنقه. ما عرفتيش بالضبط شنو كاين. واخا شنو الطلب ديالكم نتوما كساكنه ديال الحي؟ ما كرهش يرجع كما كان، يرجع يلقاو شي واحد اللي يعاود يساعدو هادي و تيرجع ليه. واخا تحاول تكلم معاه، حاول تكلم معاه. شريف سلام خويا. شوف تقدر تهز راسك خويا؟ شريف شوفو كلا شافك شي واحد يقدر يعرفك. نتمناو من احد الجمعيات يتدخلوا ولا احد المحسنين. السيد في حاله سيئه كيف ما كتشوفوا، مريض عنده صعوبه في التنفس، ما قادرش حتى يهز راسو، يعني حاله صعيبه، خصو المستشفى باش يتعالج هذا السيد. كنتمناو شي حد الا شاف الفيديو ديالنا يتدخل في اسرع وقت. فينا بلاصه خويا؟ حنا في حي السلامه 3. حي السلامه 3 بنمسيك الكوغمين. احنا في حي السلامة 3. كنتمناو شي حد يلبي الطلب ديالنا وديال الساكنة اللي اتصلوا بنا. بقى فيهم هاد السيد، في الصراحة الحالة ديالو صعيبة بزاف، يعني حالة مستعصية. سيدي السلام عليكم. السلام عليكم. شوف اش هو راه متهز انت هو ودير داير لك ماما كيف ما كتشوفوا، رغم انه كيعيش حياه صعيبه. واخا توري لينا خويا، يعني ما عرفناش واش واكل شي حاجه، واش كتجي شي كريز. يعني سيد دير لكم ماما ديالو، باليا كيخدم، ما عرفتش يمكن جاتو شي حاله، يمكن تالف على العائله ديالو، ربما يقدروا يشوفوا، حيت ما عطانا حتى شي معلومه باش غنعرفوا واش هو كان عايش في الزنقه اولا عنده العائله ديالو ما مشاش لدارو. ما عارفينش، ما قالش لينا بالضبط شنو المشكل، يعني هو ما قادرش يتكلم، ما قادرش يتنفس، حالته صعيبه بزاف. كنتمناو من شي حد يتدخل، ان الحاله صعيبه. واخا خويا قول لي، واش لقيتيه مورا الفطور؟ مع الوقت ديال الفطور، مع السبعة. مع السبعة يعني مع الاذان؟ مع الاذان. واخا خويا، اذا هاد السيد راه حتى الفطور كنتمناو. هاد السيد جا مع وقيته ديال الفطور هنايا، كنتمناو شي حد يتدخل باش نعرفوا الهوية ديالو ونساعدوه، لانه خصو يمشي للمستشفى. شكرا مشاهدي قناه شوف تي في. كنتمنى هذا اللايف يجيب نتيجه ان شاء الله.
ونلقاكم في لايف اخر ان شاء الله. شكرا.